أيها السادة المشاهدون، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قضية للحوار. ولكن بداية أعزائي المشاهدين، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة، وهو الوزير حسين مسار حسين، أمين الدولة في التعليم العالي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أخا علي، شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، نتحدث اليوم عن التعليم العالي، نتحدث اليوم عن الأحداث الجارية. الحكومة اتخذت 16 إجراء أو تزمزير، كان جامعة جمينة أيضا من ضمن الجامعات التي شملتها هذه الإجراءات. خلينا نتكلم بكلام الدارج البسيط عشان نوصل الرسالة للمشاهدين. طلاب جمينة معروفين السنة بسنتين، زمان بيقولوا طلاب جمينة السنة بسنتين، عندهم سنة بيضاء بقروا سنتين تو كان بيدخلوا سنة بيضاء، بسبب 6000 بس، بسبب 6000 دي بيأطلوا فيها الدراسة سنتين ثلاثة. جامعة الملك فيصل، جامعة أسسوها عام 1992 فقط، يعني اليوم تقريبا عندها 25 سنة. جامعة الملك فيصل عندها 25 سنة مستمر في الدراسة، ما في حاجة بسموها سنة بيضاء أو أني بلانش، لأن ما عندهم أي حجة عشان يمشوا فيها سنة بيضاء. لكن جامعة جمينة للأسف الشديد من زمان معروفة، جامعة جمينة طلاب بنطوهم 6000 أو 5000 منحة، في شان ال 5000 أو 6000 دي كان ما أنطوهم له أو أخروها، بمشوا أني بلانش أو بمشوا في إضراب. الحكومة السنة اتخذت قرارات، ومن ضمن القرارات دي كونوا الستة آلاف اللي بيستوي مشاكل دي يشولوها من الطلبة ويزودوها لهم في الخدمات، يزودوها لهم في الخدمات في الباصات، يزودوها لهم في الأكل وفي الشراب وفي المكتبات. قامت الدنيا ولم تقد، الطلبة عملوا شغب، عملوا إضراب، عملوا مظاهرات، عملوا تخريب، قاموا بكسروا ممتلكات الدولة. للأسف الشديد حتى سيارات السادة الدبلوماسيين الموجودين في البلد دي، ودي ما حصلت في أي دولة في العالم، حتى الأجانب قاموا كسروا سياراتهم، أشياء مؤسفة للغاية. الستة آلاف اللي بتسي فيها إضراب دي قالوا لك بدل ما تبقى حجة وكل سنة تدخل فيها إضراب وتودي الدراسة في 60 داهية دي، الستة آلاف دي يشيلوها منك عشان يزودوها في الخدمات. هي الستة آلاف دي كان من زمان قبل الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة دي، من زمان الناس بيقولوا يا جماعة إذا كان الستة آلاف دي بس البنطوها للطلبة دي هي بس السبب في تعطيل الدراسة كل سنة دي، شيلوها منهم. الكلام ده الناس كان من زمان بينادوا بيقولوا الستة آلاف دي شيلوها من الطلبة عشان بتاب ما يبقى عندهم حجة يسووا فيها إضراب ويمشوا يأطلوا فيها الدراسة. ولكن صادفت في السنة دي من ضمن الإجراءات اتخذتها الحكومة للأزمة المالية اللي بتعيشها حاليا، أيضا الطلبة احتجوا وقاموا بمظاهرات وبإضراب، وده من غير مبرر كون يكسروا الممتلكات العامة للدولة ويكسروا حتى سيارات السادة الدبلوماسيين الأجانب الموجودين في البلد، ودي حاجة مؤسفة للغاية. اليوم نتحدث مع أمين الدولة في التعليم الآلي حول اللقاءات، يعني هم أجروا لقاءات كثيرة جدا مع ممثلي الطلاب والاتحادات كونه عشان يفهموهم الوضع الجاري، نشوف أين وصلت اللقاءات وأين وصلت أين وصل الحوار حتى الآن. كما نتحدث معه، في بعض الطلبة عندهم بكالوريا أو عندهم باب وبدوروا بمشوا بدرسوا برا، بدوروا لهم منح، بدوروا لهم بورس عشان وزارة التعليم العالي تشيل لهم بورس عشان يودوهم برا يدرسوا. في بعض الطلبة أوائل، الطلبة الأوائل في الثانوية العامة أيضا من حقهم كونه يدوهم بورس عشان يمشوا يدرسوا برا. في بعض الباحثين الدائرين يحضروا رسالة الماجستير، رسالة الدكتوراه، ايضا بيتجهوا الى وزاره التعليم العالي عشان تشيب لهم منح عشان يمشوا يكملوا رسالتهم الدكتوراه او الماجستير في الخارج. وبالفعل الحكومه الان عندها تحركات في حسيسه في هذا الجانب. نتحدث مع امين الدوله في هذه الجوانب، وفي ثنايا الحديث ان شاء الله نتطرق الى العلاقات الخارجيه لوزاره التعليم العالي في هذا الوقت بالذات، لان انا بنشوف الان في تحركات كثيره لوزاره التعليم العالي في دي مواضيع ان شاء الله سنتناولها في هذه الحلقه مع امين الدوله في التعليم العالي. سياده الامين، طبعا احنا اليوم عندنا اجراءات جديده اتخذتها الحكومه في
خاصة في الأزمة المالية اللي بتعيش دي، ومن ضمنها كونه إيقاف المنح الممنوحة للطلبة اللي عملت لنا وجع راس كل سنة الناس بحجوا بها دي، أيضا يوقفوها، لكن قالوا يودوها في الخدمات العامة عشان ما تبقى حجة لتعطيل الدراسة. وإنت بصفتك كأمين عام أو كأمين الدولة في التعليم الآلي كان سيد لقاءات مع رؤساء الاتحادات ومع ممثلي الطلبة، فندور نعرف منك في بداية الحلقة تحدثنا عن اللقاءات دي وصلت إلى أين حتى الآن؟ شكرا جزيلا الأخ علي فاضل في الاستضافة في هذا البرنامج، وهذا البرنامج أصبح يجد صدى كبير جدا ومتابعين، ونحن في وزارة التعليم العالي من ضمن متابعي هذا البرنامج لاهتمامه بالتعليم العالي، ولذلك نحن من خلال هذا البرنامج نستطيع أن نوصل الرسائل إلى جميع مؤسسات التعليم العالي وجميع الباحثين والطلاب لتفهم جميع الاستراتيجيات التي تتخذها الحكومة. بالنسبة لي فيما يتعلق بموضوع الطلاب، تعرف أن طلاب جاد، هم نحن نعتبرهم أمل البلد ومستقبل هذا الوطن، وطلابنا يعني نحن مسؤوليتنا أن نفتح معهم حوار ونتحدث معهم ونتحاور معهم حول الإجراءات التي اتخذت. وفعلا شكرا جزيلا أنك بدأت بقضية الطلبة، لأن فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تونو دائما أن يوجه المسؤولين في التعليم العالي للاهتمام بالطلاب. نعم. حتى يعني في يعني منذ كان الوضع، عندما كان الوضع الاقتصادي متميز وجيد، أعطى اهتمام كبير للطلاب، وأنا قلت لهم في لقاءاتي مع الطلاب، قلت بأن صراحة توجيهات فخامة الرئيس أننا نهتم بالطلاب، وكان يعني دائما حتى في هذه الإجراءات 16 التي اتخذت أن الطلاب يعني رغم الظروف الاقتصادية رغم الضائقة المالية إلا أن توجهات واضحة بأن نهتم بالخدمات الجامعية. نعم. ففي لقائي مع الطلاب يعني في ظل الأزمة التي مرت بها البلاد خصوصا في التعليم العالي، أجريت لقاءات عديدة مع أنا والطاقم الفني في وزارة التعليم العالي، لقاءات عديدة مع الممثلي طلاب الاتحاد الوطني للطلبة. ونعتقد أن نحن أيضا قد مررنا بالمرحلة الطلابية ونعرف تفكير الطلاب وكيف يعني نستطيع أن ندخل لهم بأي أن نتحاور من أين نبدأ معهم، هذا شيء بديهي، وهذا من واجبنا أننا نفتح حوار ونتحدث، لأن الوضع الاقتصادي يتطلب منا صحيح أن نتحاور، ويعني لا يخفى على الجميع حتى الطلاب، أنا قلت لهم بأن لا يخفى عليكم ما يجري من الوضع الاقتصادي، لا بد أن تتفهموا هذه الإجراءات صحيح. هذه الإجراءات لم تتخذ يعني من يعني عن فراغ. نعم. إنما اتخذت بسبب انخفاض أسعار النفط في العالم، هي أزمة اقتصادية عالمية، فلذلك كل هذه الإجراءات أو كل هذه الظروف على الطلاب، وهم الواعين، هم النخبة المثقفة الذين يمتلكون الفكر ويمتلكون العلم، وبالتالي يجب عليهم أن نبدأ بأن يبدأوا هم بتفهم هذه الظروف. صحيح. وفعلا حقيقة كان طلابنا عندهم مسؤولية كبيرة، وبدأنا نتفهم معهم حتى تهدئة الأمور، والحمد لله وصلنا إلى عدد من التفاهمات، النقاط المشتركة. ها. نعم، هناك أطروحات عديدة للطلاب بأنهم يعني أيضا يعتقدوا بأن هذا الوضع صحيح، عندهم مطالب موجودة زي متأخرات الرواتب، زي كيف أننا يود أن يطمئنوا كيف وزارة التعليم العالي أن تحسن الخدمات، هذا نحن أطمئن الخدمات الجامعية. فلذلك نحن قلنا لهم بأن التوجهات واضحة لنا من قبل القيادة العليا بأن لا بد أن نهتم بالخدمات الطلابية، مثل المطاعم، تحسين المطاعم، تحسين الباصات، وكذلك المختبرات والمكتبات وغيرها، هذه كلها من خلال حتى لو ميزانية الدولة لا تسمح، ممكن من خلال التعاون مع الأصدقاء ومع المنظمات التي لديها اهتمام بالتعليم وما أكثرها، وممكن وهذا يحتاج منا إلى جهد، أننا لابد أن نبذل جهدا في يعني خلق العلاقات والتفهم وجلب المصالح لوزارة التعليم العالي، وبالتالي
إن شاء الله نحن مع الطلاب نتوصل إلى مثل هذه التفاهمات جميل. ومثل هذه جميل جميل نعم. الطلاب اللي التقيت معهم الطلاب اللي حاليا بتجري معهم حوار ده هل طلاب جامعة الجميلة فقط ولا جميع ممثلي الجامعات والمؤسسات التعليمية في التعليم العالي؟ نحن اتصالنا لا يقتصر فقط مع طلاب جامعة بعينها مثلا جامعة الجميلة وهي جامعة الكبرى فعلا طلابها مسؤولين ونحن نقدر دورهم ونتواصل معهم باستمرار ونتواصل مع الاتحاد الوطني هو يمثل كل الطلاب ونتواصل مع كل الاتحادات في الجامعات يعني لديها ممثلين جامعات لجان طلابية كلما نزور مؤسسة من مؤسساتنا نرغب في التواصل مع الطلاب لأن اللقاء مع الطلاب هو يفتح الحوار مباشر والحديث بعد اللقاءات السيئة مع الطلبة أو اللقاءات الأجيرة مع الطلبة هل في بريق أمل حول رجوع الطلبة للدراسة؟ نعم إن شاء الله نحن الآن كثير من مؤسسات التعليم العالي زي ما أنت ذكرت في المقدمة عدد مؤسسات التعليم الآن هي في نشاط ومواصلة الدراسة ونحن نشجع مثل هذه المؤسسات وكثير منها زرناها جامعة الملك فيصل وعدد من الجامعات الخاصة وحتى الجامعات الصديقة يعني زرناها وشفنا الطلاب كل الطلاب يرغبون في العودة للدراسة حتى اتحاد العام للطلبة قالوا لأن الطلاب دائما يعني يتصلون بهم بأنهم كثير منهم يرغبون في العودة إلى الدراسة. ما هي المعضلة الكبيرة هي ما طلاب جامعة الجمينة بالذات يعني أنا متكلم عن طلاب جامعة الجمينة لأن جامعة الجمينة جامعة كبيرة أسسها من 1972 لليوم وهي الجامعة الكبيرة والجامعة الأم. جامعة الجمينة ما السنة بس دخلوا في إضراب، طلاب جامعة الجمينة ما السنة بس عملوا مظاهرات، طلاب جامعة الجمينة من السنوات الفاتة عشرات السنين كلما المنحة أخروها منهم شهر شهرين قبل ما يوقفوها كلما أخروها شهر شهرين الطلاب بيدخلوا في عملية إضراب وآني بلانش أو سنة بيضاء ده تكرر كثير جدا جامعة الجمينة واحد بدخل فيها عشان ما يكمل السنة ثلاث سنوات يشيل ليسانس بقعد مرات سبع سنة بسبب المنحة الستة آلاف دي فهي المنحة الستة آلاف دي إذا كان في الوقت الراهن لأن يعني الناس بتكلموا كونه هي الإجراءات جاءت لكن ما في الوقت المناسب لكن على الأقل طلاب جامعة الجمينة من زمان الناس بطلبوا كونه الطلاب دول لازم يدعوا لهم حد كونه 6000 دي كان موقفها منهم ده جامعة الجمينة دائما تتعطل فأنا هذا يعني النقاط اللي بتتحاور فيها مع الطلبة النقاط في أي نقاط تتحاور معهم النقاط تتركز أولا نحن نطلب منهم أن يتفهموا الظرف الذي يعني اتخذت فيه هذا الإجراء خصوصا موضوع قطع تحويل المنح من المنح المعتادة إلى الخدمات الجامعية طلبت منهم أن نتفهم الظروف لأنهم أيضا مواطنين وموجودين ولا يخفى عليهم ما يجري لأن هذا الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد هم كطلبة وواعيين مثقفين ويدرسون في المؤسسات التعليمية يعلمون أن هذا واضح ويجب أن يتفهموا ويفهموا غيرهم لأنهم هم يمثلون النخبة وغيرهم والنقطة الثانية أننا نتفق معهم كيف نستطيع أن نحسن الخدمات هم يقدمون لنا أطروحات وهم عندهم ملاحظات أيضا حول الخدمات فقول لهم أكتبوا هذه الملاحظات ونحن أيضا عندنا لجان فنية في وزارة التعليم العالي يعني وعندنا جهة مسؤولة من الخدمات الجامعية أيضا كلفنا بوضع الاستراتيجية ووضع الدراسة يعني كم عدد الباصات التي تعمل الآن كم عدد المطاعم التي تعمل وما المطلوب تحسينه من خدمات في المرحلة القادمة كم نطلب كم نحتاج من باصات لتحسينها وكذا هذه إجراء عمل طلبنا منهم يكتب لنا مثل هذه الأفكار ونحن أيضا عددنا هذه الأفكار ونبدأ في وقلنا لهم أنتم كمكتب طلاب تمثلون الطلاب أيضا تتابعون معنا كيف تحسنت هذه الخدمات وبصراحة ليس فقط اتحاد الوطن إن الطلاب حتى الطلاب عندما نلتقي بهم مباشرة عدد الطلاب عندما نزورهم في الجامعات مطالبهم محدودة خاصة هم يركزون فقط في الخدمات الجامعية يعلمون أن الوضع الاقتصادي لا يتحمل دفع رواتب للطلاب فهذا كثير من الطلاب يتفهمون ذلك مهم لنا أن نقدم الخدمات وإن شاء الله يعني حتى نسعى والحمد لله يعني صراحة أننا يعني صراحة كل الشكر لفخامة الرئيس يعني هو دائما اهتمامه وتركيزه بالطلاب صحيح ويوجهنا أننا نحسن
خدمات الخدمات الطلابية. وبالتالي يعني أن نطمئن الطلاب بأن هذا هذه الخدمات إن شاء الله سيرون ما يسرهم إن شاء الله. في 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 كثير من الطلبة وحتى أنا بالذات وكثير من المواطنين أيضا بسألوا بيقولوا هل وقفنا المنح من الطلبة ده وقفوا له مدة 18 شهر قالت الدولة بس وبالتالي بيعودوا لهم إذا كان تحسنت الظروف ولا وقفان نهائي ولا الكلام ده لسه؟ طبعا تعلم أن أخي علي أنت ذكرت في مقدمتك أن المنح ليس فقط يعني إنما المنح هي تسببت كذلك في تأخير عدد من الطلاب، كثير من الطلاب يتأخرون بسبب هذه المنح، لا يقضون 4 أو 5 سنوات في صحيح. في التخصص في الجامعة. والله صحيح. لماذا لا يبذلون الجهد ويتخرجون ويحصلوا على الشهادات ويدخلوا الحياة العملية لأن عندهم أسر وعندهم أهل ينتظرون منهم نتائج، فأنا كنت أقول لهم هذا، عندكم أسر وأهل ينتظرون منكم هذه النتائج الشهادات. والدولة أيضا تحتاج إلى الكوادر التي تخرجها هذه الجامعات حتى نستوعبها في جميع المؤسسات للعمل. وبالتالي هذه المنح ليس فقط يعني هي أيضا هي متسبب في تأخير عدد من الطلاب وتسبب في بعض الناس يتخذوها يعني وسيلة للإضراب. صحيح صحيح. لتعطيل فكثير من الطلاب يحتاج يعني هم لديهم رغبة في الدراسة ولكن نخبة عدد قليل مرتبطين ببعضها بهذه المنح وغيرها يعني يتخذوها وسيلة فيتسببوا في تأخير الدراسة. نحن هذا ليس مصلحة البلد وليس مصلحة الأسر نفسها التي تدفع بأبنائها إلى الجامعات والحمد لله التعليم عالي في توسع. صحيح. كل المحافظات سابقا صحيح. أنت ذكرت جامعة الجمال هي الوحيدة ولكن الآن تمشي سار في جامعة سار في جامعة موندو عندنا دوباب مونغور أبشي آتيا. صحيح. صراحة كل هذه معاهد في مونغو بيلتين موسورو ماو كل هذه المناطق فيها إما جامعة أو معهد عالي متخصص. صحيح. نريد من أبنائنا الطلاب أن يستفيدوا من هذه الفرص. لا هو حتى لو لاحظنا جامعة تنجمينا بنفسها جامعة تنجمينا في السنة المنتهية السنة اللي فاتت دي كان الناس طلاب القسم العربي الطلاب الدارسين في القسم العربي وخاصة أقسام القانون هم قالوا أن إحنا 6000 دقيقة كان عنطونا لا كان ما عنطونا لا كلهم نواصل الدراسة لا. وبالفعل واصلوا الدراسة وخلصوا سنتهم أسا حاليا ده منتظرين الدراسة كم فتحت ده بمشوا الفصل الثاني. أما القسمة الأقسام الأخرى ما دخلوا الدراسة بسبب 6000 دي. صحيح. حتى لو لاحظنا جامعة الملك فيصل كما ذكرت في المقدمة اليوم جامعة الملك فيصل أسسوها عندها تقريبا 25 سنة ولا سنة واحدة وقفوا لأن الشيء حجة كبد وقفهم كما فيه. فنحن نحاول ومن خلال وزارة التعليم العالي وخلال الإعلام نفهم الناس كونه إذا كان في أي حاجة بتقى أعق أو بتقى سبب في تعطيل الدراسة دي كن وقفها كل ما في داعية في الاحتجاج. أنت بصفتك أيضا من الناس درسوا برا نحن بصفتنا أيضا من الناس درسنا برا علم لو لاحظنا طلابنا هنا في جامعة جمينا وقارناهم مع طلاب الآخرين ما في مقارنة. صحيح. لأن بالنسبة بأطلوا الدراسة في شيء بسيط فأنا في بالنسبة للطلبة الأسئلة تعمل معهم حوار حتى الآن كان إحنا دايرين نعرف يعني ممكن نخش على السؤال الثاني حتى الآن كده وقفت ولا الحوار مواصل معهم؟ لا يمكن أن يتوقف الحوار نحن متواصلين دائما وأبدا وأبوابنا مفتوحة في وزارة التعليم العالي للطلاب لا بد وهذا من مسؤوليتنا أننا نتواصل معهم ونتحدث معهم باستمرار لما هي الحلول هذه الحلول ليست فقط منا نحن إنما هي مشتركة حتى الطلاب يشاركون في هذه الحلول يقدمون لنا بعض الأفكار ونحن نشاركهم في هذه الأفكار وبالتالي تهدئة الأوضاع مسؤولية الجميع مسؤوليتنا ومسؤولية الطلاب مسؤولية الهيئة التدريس أيضا هي مسؤوليتها ونحن أيضا نهني ونشكر الأساتذة والباحثين في التعليم العالي يعني أيضا لعبوا دور كبير أنت ذكرت عدد من الأقسام أو عدد من الكليات في التعليم في وزارة التعليم العالي عدد من الجامعات. صحيح. يعني هسه مثلا في جامعة في آدم بركة في أبشو جامعة بعض الجامعات كثيرة أنهت العام الدراسي جامعة الملك فيصل طبعا معروفة هذه جامعة نموذجية عندها خصوصية والجامعة يعني صراحة الآن وصل عدد طلابها يقارب 6000 وهناك ازدياد. صحيح. في الإقبال على الكليات والتخصصات في جامعة الملك فيصل وبالتالي. صحيح. هذه الجامعة تعتبر نموذج حقيقة. صحيح. صحيح. لماذا طلاب جامعة الملك فيصل لا يطالبون به لأن الفهم أن المستقبل في التعليم. صحيح. ليس كل الأسر تدفع أبنائها إلى جامعة فيصل لماذا حتى يعني المحافظة بحافظوا
على الهدوء، محافظين على العام الدراسي، هناك برنامج محدد ينتهي في وقته المحدد، بالتالي نحن نشجع كل مؤسسة تعليمية في تشاد تسعى إلى المحافظة على الجو الأكاديمي. نعم نحن نقدر مع الحقوق حقيقة، ولا نستثني ولا نقول أن بالذات المعلمين وغيرهم نحن معهم، ولكن الظرف الاقتصادي يتطلب، والطلاب من باب أولى، طلاب العالم كلهم ما في منح دراسية الآن، حتى كثير من الأسر ترسل أبنائها إلى ياوندي، إلى نيجر، إلى مالي، إلى السودان، إلى مصر، إلى وأنت ذكرت صحيح كلنا صحيح. درسنا في الخارج صحيح، وليس فقط يعني معتمدين على المنح الدراسية، لابد أن تدرس. كثير من الأسر أرسلت أبنائها إلى الخارج درسوا على حساب الأسر صحيح. وبالتالي من باب أولى في الداخل هو موجود مع أسرته أنه يدرس حتى يدرس ولو بدون منحة صحيح. ولكن يعني وبالتالي هم يعني عندما يعرفوا أن المستقبل في التعليم كل جاد الآن الأسر في جاد تدفع بأبنائها حتى يكلفها كم من الميزانية تدفع بهم إلى الخارج وتدفع وترسل لهم المصاريف ويدرس ويتخرج ويجوا صحيح. بالتالي إذا كان فوجدت الآن الحمد لله توسع التعليم العالي تخصصات مختلفة، الآن تجد مثلا البولي تكنيك في مانجو، مثلا في أبشي عندنا الإيستا عندها تخصصات الصيدلة عندها تخصصات، فممكن يدرس في تشاد صحيح. ولكن لماذا يجعل 6000 أو كذا عائق بينه وبين المستقبل لتعطيل الدراسة؟ أنا أعتقد ده يعني يتطلب منا ومن مؤسسات حتى المنظمات الطلابية والاتحادات الموجودة في الجامعات والمعاهد وكذا أنها تساهم في توعية الطلاب أن يحافظوا على مستقبلهم صحيح، يحافظوا على المستقبل. الإضرابات ما لا تؤتي بنتيجة لأن تؤخر الطالب من سنة إلى سنتين إلى ثلاثة إلى أربعة خمس سنوات. لا هي حكاية أنا مثل ما بديت حكاية السنة بيضاء في جامعة الجمينة دي ما السنة بس جات دي من زمان أن إحنا بنسمع بها. هي الـ6000 دي صحيح في بعض الناس ظروفهم صعبة محتاجين لـ6000 دي عشان بها بدبروا حياتهم ده كل كلام ده احنا ما بننفوه، لكن السواد الأعظم من الناس بدون يدرسوا لأن 6000 ما تبقى سبب لتعطيل الدراسة، حتى ولو في بعض الناس نقول محتاجين لـ6000 دي عشان للصابون وللمواصلات. قبل أيام أيضا شفناكم أو بجولات حول مؤسسات التعليم العالي، نريد أن نعرف الهدف من الجولة والمؤسسات التي شملت هذه الزيارة. شكرا أخي علي. صراحة بالنسبة للجولة نحن رأينا أن هناك عدد من المؤسسات أن لديها نشاط وتستمر في العام الدراسي، وبالتالي من واجبنا أن نذهب إلى هذه المؤسسات ونقدم لها الدعم المعنوي ونشجع هيئة التدريس ونشجع الطلاب الذين يواصلون رغم يعني الأجواء العامة التي توحي بأن هناك تأخير وكذا أو هناك ممكن يكون هناك سنة بيضاء. صراحة من أحد زياراتي لإحدى المؤسسات كثير منها قالوا لي بأن زيارتك لنا هو دفعة لنا صراحة للعمل. زرت مثلا جامعة فيصل، عدد بعض الطلاب اتصلوا بي وقالوا بأن مجرد زيارتك للجامعة معناتها العام الدراسي مستمر. هذا الآن مستمر لا توجد سنة بيضاء صحيح. أعتقد من واجبنا ليس هذا واجبنا أن نزور هذه الجامعات أن نشجعها ونشجع المسؤولين في هذه الجامعات الذين يضبطون النظام ويضبطون الدراسة ويشجعون وكذا رغم فهذا شيء، ونشجع المعلمين الذين يتفانون ويقدمون ويتطوعون وكذا، هذا مهم لأن الظروف البلد عندما تمر بظروف لابد كل شخص أن يتطوع صحيح. وحتى يساهم لأن لا نترك فقط القيادة الوطني. نعم القيادة العليا هي وحدها فقط أن تفكر عن الحلول، لابد الشعب المعلمين الطلاب الموظفين أن يتعاونوا أن نلتف حول قيادتنا في هذه الظروف، نلتف حول برنامج رئيس الجمهورية وبرنامج القيادة العليا كيف أننا نستطيع أن نخرج من هذه الأزمة وأن نخرج بلادنا من هذه الأزمة وندخل في مرحلة قادمة، لأن عندما يتفهم الجميع الظروف يجعل القيادة العليا أيضا هي كيف تفكر في حلول وفي كذا، وبالتالي يعطيها مساحة من الوقت حتى تستطيع أن تفكر. وبالتالي هذه مسؤوليتنا جميعا صحيح صحيح. مسؤولين عمال موظفين طلاب معلمين كلهم الكل يؤدي أمله من أجل إنقاذ الدولة وإخراجها من هذه الحالة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها. يعني إحنا عايزين نعرف الهدف الأساسي من الزيارة. أي إنسان يقوم بزيارة لابد يضع أمامه أهداف معينة للوصول إليها. أوكي.
الهدف الأساسي أخ علي، أولا أنا أريد أن أستمع إلى مسؤولي هذه المؤسسات، ما الذي ينقصكم؟ ما المطلوب؟ ما هي رؤيتكم في الحلول؟ لأنه هم موجودين مع الناس وغيرهم، يعلمون أن كيف نبض الشارع ويبض الناس، هم عندهم أفكار وعندهم الحلول، فأسمع منهم مباشرة، أسمع من الطلاب ما الذي يطلبونه؟ أنهم يطالبون مثلا أن نفتح لهم بعض المطاعم، بعض الجامعات، مثلا زرت جامعة السبها فيها طلاب حوالي أكثر من 400 طالب وفيها تخصصات محددة، زرت كلية الدراسات العربية أيضا طلاب طالبون بي نفتح لهم، فقلت لهم هذا المطلب أصلا يعني من ضمن استراتيجيات رئيس الجمهورية أننا نوفر للطلاب هذه الخدمات، وهذه الخدمات عندما كانت أوضاعنا الاقتصادية جيدة بالعكس توفرت بكافة في كل أراضي الشادية، الآن أيضا سوف متوفرة وسوف نحسنها إن شاء الله، وهذه هي المطالب الوحيدة التي يسعي يعني يتطلع إليها الطلاب والمواصلات، فهذه إن توفرت ليس لديهم، فلذلك استمعنا إليهم مباشرة، لن نضع بيننا حاجز، فقط لن نترك فقط الاتحادات الطلابية، فعلا عندها دور، ولكن أيضا نتواصل مع الطلاب صحيح نفسهم صحيح. وبالتالي ومع المعلمين، وبالتالي نحن صراحة عندنا في شات ناس وطنيين وناس معلمين عندهم تفاني وعندهم، فهم أيضا ليس فقط، وكثير من الجامعات يعني نحن نتواصل معها ونشجعها أنها تبدأ العام الدراسي إن شاء الله. جميل. عندكم مشكلة في وزارة التعليم العالي، وزارة التعليم العالي كثير من الناس وخاصة الباحثين في التعليم العالي والمدرسين في التعليم العالي بيقولوا وزارة التعليم العالي دائما بتهتم في المؤسسات الموجودة في العاصمة نجمينا، يعني أنت شفناك قوم بجولات في العاصمة نجمينا للمؤسسات، لكن عندك مؤسسات أبشر، عندك جامعة صار منذ العالم دي كلهم عندهم جامعات، لكن ما مشوت زرتهم. نعم، أنا عندي تواصل مباشر صراحة، أتصل مع الجامعات في مندو في أبشي، وعدد وبعض المسؤولين موجودين هنا يعني يزورون، نلتقي بهم مباشرة. عندنا برنامج حقيقة لزيارة هذه الجامعات، لأن لا بد أن نزور كل المؤسسات ميدانيا. فعلا عندنا برنامج، ولكن نحن قلنا مع بداية العام الدراسي نضع جدول لزيارة كل هذه المؤسسات ل مقابلة المسؤولين والطلاب وغيرهم، وهذه قادمة إن شاء الله، لن ننهي الزيارات في العاصمة ونذهب إلى الأقاليم أيضا إن شاء الله. يعني الأقاليم أيضا موجودة في جدولنا. نعم، في برنامجنا، وقريبا إن شاء الله إحدى الأقاليم في جدولنا إن شاء الله سنبدأ بها. جميل. خلال الجولة اللي قم بها أكيد في حصيلة تحصلتها أو في اكتشف حاجة كده من خلال زيارتك، شنو الملحوظات أو الملاحظات اللي اكتشفتها خلال الزيارة؟ صراحة الملاحظات طبعا يعني عندما نرى مثلا، انا عندي ايضا عندنا بعض يعني توجيهات لبعض خصوصا المؤسسات الخاصه، قلنا لهم ضروره التجديد، اننا نريد تعليم نوعي، لا نريد فقط تعليم تجاري، لا تعليم نوعي، نريد ابنائنا حتى الخريجين من المؤسسات الخاصه هم عندهم مستوى، وبالتالي ممنوع ان نرى مثلا طالب بدون شهاده ثانويه يدخل في مؤسسه خاصه، اذا وجدنا هذه المؤسسه سيكون هذه من المعايير التي وضعتها وزاره التعليم العالي ان تمنع منعا باتا ان تقبل الجامعات الخاصه طالب ما يحمل شهاده ثانويه. وصراحه استمعنا الى سيده البلاد الاولى وهي ايضا اعطتنا ملاحظات، ونحن عندما يعطون المسؤولين في البلاد عندنا ملاحظات نهتم بهذه الملاحظات، لن نضع هذه الملاحظات، لا بد أن نرى بأنفسنا كيف أن هذه المؤسسات طبقت هذه الملاحظات، وعندنا معايير، عندنا لجنة خاصة هي مسؤولة من التعليم الخاص، إدارة خاصة، بالعكس في لجنة مختصة فنية تدرس تتابع كل هذه، ولكن حتى المسؤولين طبعا هم أيضا أن نستمع عندهم، هل عندكم ملاحظات حول إجراءات التي تتخذها وزارة التعليم العالي وحول اللجان التي تكونتها؟ هم ايضا عندهم ملاحظات، ناخذ هذه الملاحظات ونحن ندرسها مع الفنيين ايضا، اذا كان نحن ايضا اجحفنا بحق بعض المؤسسات لابد ان نراجع انفسنا، ولابد اننا ننظر الى كل المؤسسات بتساوي، ليس لدينا نحن احكام مسبقه، انما معيارنا الوحيد ان هذه المؤسسات تسير على المعيار الذي وضعته وزارة التعليم يعني العالي. ما عندكم معايير مزدوجة، ليس يعني لدينا يعني الكل يقاس بنفس الميزان، كل الناس سواسي بكل، لن ننظر بسبب اللغة أو بسبب الكذا أو بسبب بأي سبب من الأسباب، إنما التعليم هو أولوية، لأن برنامج الرئيس جميل. واضح أنه وضع في برنامج التعليم من ضمن أولوياته، ولذلك أنفق الكثير
ووضع كثير من الميزانيات لانشاء المؤسسات التعليميه في الجامعات. هي في حديثك قلت كونه في بعض المعاهد العليا او في بعض المؤسسات كونه اذا كان الانسان او الطالب ما عنده بكالوريا كله بشيله بدرس في المعهد بعدين يكمل المعهد ثم يرجع يسوي بكالوريا. الكلام ده سهل ممنوع؟ ممنوع نعم. الكلام ده ممنوع. يعني من بعد اليوم كونه اي انسان ما عنده بكالوريا بس يخلوه يدرس انستيتي او معهد اليه حتى بعدين يقبل السيد الكلام ده خلاص منعته. ممنوع نعم. جميل. ال- 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 المؤسسات اللي انت زرتها خلال المؤسسات اللي انت زرتها هل في نقص في المعلمين كما في نعم. بعض الناس بتحدثوا كونه في نقص في المعلمين؟ صحيح. كثير من الجامعات في بعض الجامعات الخاصه او الجامعات هي التي اسست بسبب التعاون مثلا فرع جامعه السبها طلابها طلاب أبنائنا صحيح. يعني إذا كان يعني هذه عندها ظروف معينة لا بد أن نحن نقف معهم من ضمن مطالبهم يحتاجوا معلمين. أيضا مثلا كلية الدراسات العربية طلبوا منا معلمين. حتى الجامعات الخاصة صحيح جامعات خاصة ولكن إذا شفنا جامعة خاصة تقدم تعليم نوعي وتقدم يعني خدمات تفتح فرص للطلاب الذين لم يستطيعوا أن يلتحقوا بالمؤسسات الحكومية ايضا لا بد من التعليم العالي ان وزاره التعليم ان تشجع هذه المعاهد او الجامعات بارسال بعض المعلمين لان عندنا معلمين في وزاره التعليم العالي لم يجدوا مكان فنبحث نرسل لهم معلمين لان هؤلاء ابنائنا يحتاجوا منا ايضا اننا نشجع هذه المؤسسات ان تقدم خدمات يعني مثلا نشجعهم بالمعلمين وكذلك اذا توفر الجامعات الحكوميه مثلا جامعه الملك فيصل يعني طلابها الذين يدرسون في معهد التقنيات الطبية يحتاجوا إلى مختبرات صحيح مختبرات طبية طبية أكيد مختبرات فأنا صحيح. قلت إن شاء الله يعني هذه يعني إحنا ننفذ سياسة فخامة الرئيس لابد نوفر أن إذا وزارة التعليم العالي بتعاونها مع بعض الشركاء والأصدقاء نسعى لتوفير المختبرات ومثلا كلية الطب في جامعة جمينة الآن كلية الطب في جامعة جمينة أيضا تحتاج إلى الكثير من المختبرات رغم أن هذه الكلية بصراحة نحن نعتبرها من الكليات النوعية في أفريقيا في وسط أفريقيا كثير من يعني الآن هي تخرج الطبيب الذي تخرج من جامعة من كلية الطب في جامعة جمينة يعتبر يعني على مستوى أفريقيا فأيضا يحتاج وهناك طلاب الدارسين باللغة العربية يطالبون ب أن يفتتح لهم القسم اللغة العربية في كلية الطب. أنا قلت لهم بأن توجيهات فخامة الرئيس رئيس الجمهورية أن لنا أن نقوم بفتح أقسام عربية في كل الجامعات. توجيهات الرئيس واضحة والدليل وقلت لطلاب جامعة الملك فيصل قلت لهم بدليل أن رئيس الجمهورية يعني أصدر قرار بفتح القسم العربي في معهد الإدارة إنام واضح فهذه أيضا مثلها هذه يعني كل هذه الخطوات تليها خطوات قادمة صحيح. أعتقد المستقبل كبير والفرص واضحة ومتوفرة ما على أبنائنا الطلاب إلا أنهم أيضا أن يتعاونوا معنا في ما هي صحيح صحيح ما هي حتى الكليات الـ 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 الكليات كليات الطب وكليات العمليه دي كليات محتاجه الى 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 معامل في بعض المؤسسات ايضا التابعه للدوله سواء في صرف ومندوب او في مدينه عباش ايضا محتاجين الى بعض المدرسين ولكن العائق الكبير عندهم بيقولوا المدرس اذا كان فات شال البريد سيرفيس استلم العمل بيجوا بقعد في جنبنا ما بيمشي الناس حللهم شو ايوه نعم هذا صراحه يحتاج منا إجراءات صارمة نحن لن نسمح لمعلم أن يعود من موقع دراستي أنا عندما أخي علي عندما زرت المؤسسات قلت في الإعلام قلت على المعلمين أن يقوموا بواجباتهم ثم يطالبوا الحقوق الحقوق مكفولة ولكن عليك واجب لا بد تؤدي هذا الواجب يجب أن تقوم صحيح به صحيح ما ممكن في نهاية الشهر تطالب بالراتب وأنت لم تقم بواجبك نعم حتى إذا أرسلت إلى مدينة السار لا تذهب إلى مدينة أبشي لا تذهب فيا مثلا صحيح ما عندنا بعض الأقاليم ولكن إذا أرسلت إلى أي مكان أنت هذا واجب وطني يجب أن تقوم بدورك وتقوم بواجبك ثم تطالب بالحقوق وهذه حق من حق مكفول لك بالقانون معروف هذا حتى نحن نحافظ على هذه مثل هذه المكتسبات
ولكن عليك واجب وعليك ولديك حقوق. صحيح. ما هي الطامة الكبرى الناس بيقول لك في الأقاليم الآن إحنا بودونا لدي خدمات ما متوفرة، وبالتالي المدرس اللي بودوه هناك حتى ولو دور مثلا عملية تزبيد أو عملية الترقية لابد يجي نجمينا وقبل ويجي نجمينا وقبل، فقول لك من التعب ده أخير نجد وقف نجمينا. هناك العديد من الطلبة بحاجة إلى منح دراسية لإكمال دراستهم في الخارج. في طلبة كثير من الطلبة التشاديين والطامة الكبرى، في بعض منهم واحد بيشيل البكالوريا بقوا السنة سنتين ما بدرس في الجامعة، بقول إلا إذا كان لقيب منحة نمشي نكمل دراستي برا. ودول أيضا في كثير منهم قدموا ملفاتهم في وزارة التعليم العالي أو في قسم المنح. دايرين نعرف بالنسبة للناس اللي وفرت لهم منح أو الناس الآن بتسعوا إلى توفير منح لهم عشان يكملوا دراستهم في الخارج. جميل هذا السؤال. نحن هذا العام حقيقة صحيح تقليديا عندنا إدارة المنح صحيح. لديها منح تأتي من الجزائر، من المغرب، من تونس، هذا التعاون مستمر. نشكر هذه الدول التي دائما يعني تقدم، ومصر والسودان حقيقة هذا تقليديا هذا التعاون موجود. وصراحة يعني في كثير من الطلاب يقدموا أوراقهم في إدارة المنح وهي تختار وترسل بصفة تقليدية منذ مدة، لكن نحن بصريح العبارة إن نحتاج إلى إصلاحات حقيقية. لابد في المستقبل القريب أو القادم هذه المنح أولوية، لأن يكون للطلاب المتفوقين المتفوقين من باب أولى يجدوا منحة. نعم، هذا من واجب وزارة التعليم العالي أن تبحث لهم عن منح. لماذا؟ لأن صراحة اهتمام فخامة رئيس الجمهورية، و رأيتم أن سيدة البلاد الأولى هند الديبي دائما هي تحرص على تكريم الطلبة الأوائل، وكل عام يكرموا طلبة، تعمل احتفال وتشارك سيدة البلاد برعاية هذا الاحتفال وتكريم الطلاب الأوائل. وبالتالي هذه الرعاية العليا للطلاب الأوائل يجب أن يقابلها نحن أيضا في وزارة التعليم العالي، أن يعني أن نسعى بكل سعي حسيس ل يعني توفير هذه المنح للطلاب المتفوقين. لماذا؟ لأن الطالب المتفوق عندما يذهب إلى الخارج أيضا يحقق نتائج. صحيح. ممكن يكون طبيب، ممكن يكون مهندس، ولكن عندما يذهب، ولكن هذا لا يعني أننا نحن يعني فقط نخصص للطلبة الأوائل، لأن الطلبة الأوائل ممكن يكون عددهم محدود. صحيح. ولكن أيضا نترك فرص للطلاب الآخرين الذين لديهم أيضا رغبة في التطلع للدراسة في الخارج. نعم. أيضا إذا كن عندما قد تخصص الطلاب الأوائل تكون هناك في عدد منح تترك للطلاب الذين أيضا قدموا وعندهم رغبة. وهناك أيضا عندنا الآن تعاون مع مثلا المغرب، مع الجزائر وغيرها، بعض الدول عندها فرص للجامعات الخاصة تفتح مجال للطلاب الذين يدرسون يودون يدرسون بإمكانياتهم الخاصة. أيضا وزارة التعليم العالي تسهل لهؤلاء. أحيانا كم منهم جاءوا إلينا سهلنا لهم في موضوع التأشيرة، موضوع كذا، نكلم بعض تساعدهم هم من إمكانياتهم الذاتية يودون، لكن وزارة التعليم العالي ممكن تساعدهم في الإجراءات. كيف يستطيعون أن يحصلوا على هذه، يستطيعوا أن يحصلوا على القبول. صحيح. ده مسؤوليتنا، وإن شاء الله نحن نطبق سياسة التوجهات العليا. نسعى لأن تحسين التعليم من واجبنا. نعم. وهذه يعني فيها توجيهات واضحة. صحيح. ده بالنسبة لي أنا شفنا طبعا في السنوات اللي فاتت كون وزارة التعليم الآلي وفرت منح بالنسبة للطلبة اللي ماشيين بدرسوا في كوبا. نعم. ودوا 150 وودوا آخرين كل أيضا عدد كبير جدا ودوا لكوبا، دول ده متخصصين في الطب بس ودوهم كوبا. وفي دول آخرة أيضا أنت ذكر منها، في بعض الدول أيضا بتجيب منح، ومنحها دي مستمرة ما انقطعت ولا سنة، كل سنوات بيجيبوا منحة. يعني عايزين نعرف بالتحديد كي الدول حتى الآن معروفة رسميا كي بتتعاملوا معها وبتجيب لكم منح للطلبة والسنة كل أيضا وفرت منح دي، الدول دي دارين نعرفها، يا هذه الدول دي صراحة. هذه الدول زي ما ذكرت لك قبل قليل مثلا الجزائر، المغرب، تونس، مصر، السودان. صحيح بعض الدول قد يعني تأخر يعني مخاطبتها لنا يعني اختيار الطلاب، ولكن ما زلنا ونحن كتبنا لبعض الدول أيضا يعني وفي هناك دول ليس لا أقول فقط هذه الدول العربية، هناك دول أخرى حتى دول أفريقية. صحيح. هناك الصين، هناك يعني زي ما أنت ذكرت
أيضا الدولة أرسلت طلاب إلى كوبا هنا في إطار التعاون. هذه من ضمن يعني صراحة توجيهات فخامة الرئيس أنه لابد أن نرسل الطلاب لتخصص في الطب، لأن هذا المجال مجال مهم ولابد أن نسد هذه الثغرة. وبالتالي أرسل عندما كانت البلاد أوضاعها اقتصادية جيدة أرسلت هؤلاء الطلاب على إمكانياتها حتى الآن تدفع لهم وتنفق. وقبل فترة زارنا نائب وزير الصحة الكوبي، التقينا به وزير التعليم العالي وأنا التقينا به، وبرضو يعني التقينا من أجل كيف نستطيع أن ندرس بعض الإشكاليات بعض العقبات التي كيف يستطيع أن نحسن أو ندرس بعض المشاكل التي تستطيع أن تسهل للطلاب في الذين يدرسون في كوبا. جميل. بالنسبة للطلاب الدول العربية التي ذكرتها دي كلها دول الساحل الأفريقي أو دول شرق أفريقيا إضافة إلى السودان وإلى مصر، لكن ما ذكر كون الدول الموجودة في الخليج دول العرب الموجودة في آسيا دي واحدة كلها ما ذكرتها، ما عندكم أي علاقات مع الدول دي؟ الآن نحن عدد من الدول يعني نود أن نفتح، هناك علاقات موجودة ولكن تحتاج إلى تجديد. موجودة علاقات تلقائيا طالما أن البلاد لديها علاقات دبلوماسية كان السعودية كان زمان بتجيب منح. نعم السعودية تأتي ترسل منح، هاي منح للطلاب يعني مباشرة. الآن أيضا بتظل تحسن العلاقات، وأنت تعلم أن فخامة الرئيس لعب دور كبير في تحسين عدد من أو فتح العديد من العلاقات آفاق التعاون مع العالم العربي في عدد من الزيارات النوعية التاريخية التي قام بها سيد المملكة العربية السعودية لدولة الإمارات إلى غيرها. يعني هذه الزيارات صراحة يعني تجعل من كل الوزارات ليس فقط وزارة التعليم العالي أنها أيضا تعمل مع وزارات النظيرة لها في إيجاد تعاون تحسين تعاون. من بينها نحن في وزارة التعليم العالي نستطيع أن نعقد عدد من الاتفاقيات مع عدد من هذه الوزارات، وممكن جامعاتنا تعمل توأمة مع الجامعات في هذه الدول، تستطيع أن يكون هناك يعني تبادل للمعلمين وتبادل للزيارات بين المسؤولين حتى نكون هناك تبادل للخبرات. جميل. ما الدول دي؟ نعم. على ذكر السودان، أنت كان ذكرت السودان وعلاقتكم بالسودان والجامعات السودانية، لكن للأسف الشديد وزارة التعليم العالي بتوقع اتفاقيات لكن ما عندها متابعة للاتفاقيات. وقعت العديد من الاتفاقيات مع الجامعات السودانية ولكن للأسف ما في متابعة من جامعات السودان. عندنا طلبة كثيرين جدا مشوا جامعة الخرطوم، الجامعات التابعة للدولة دي، عشان عايزين يقولوا أن احنا دولتنا عندها معكم اتفاقات، ويقولوا لهم لا، اتفاقيات وقعت دولتكم لكن ما تابعت الاتفاقيات دي، وبالنسبة لكم لابد أن تدفعوا المصروفات من جيبكم. ودفع المصروفات من الجيب في الجامعات السودانية غالي قوي، غالي جدا. فبالنسبة لكم في وزارة التعليم العالي ندور نعرف الاستراتيجية الجديدة لتفعيل تلك العلاقات الموجودة معكم ومع الجامعات السودانية حتى تتيح الفرصة للطلبة عشان يمشوا السودان ويسجلوا دراسات عليا أو دراسات في الجامعات. جميل. نحن عندنا اتفاقيات موقعة مع هذه الدول، خصوصا مع السودان وحتى مع مصر وعدد من الدول وحتى الجزائر المغرب تونس، ولكن نحتاج إلى تجديد هذه الاتفاقيات. في بعض الدول مثلا المغرب الجزائر نحتاج أن نوقع اتفاقية للدراسات العليا. السودان تلقائيا يعني صراحة فتحت المجال لكثير من الطلاب يذهبوا ويسجلوا من عندهم وكذا ويدرسون في الدراسات العليا بناء على الاتفاقية الموجودة بين وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم العالي في السودان. نحن نحتاج، السودان دولة شقيقة وجارة، هي يعني أقرب، يستطيع الطلاب أن يذهبوا يعني بسهولة، وهناك توجه بين القيادتين في البلدين أن يكون هناك يعني علاقات يعني في كثيرة. نحن نتطلع أن يكون هناك يعني تفعيل هذه الاتفاقيات حتى يعني يتم تعامل الطالب التشادي مع الطالب السوداني. ما هو ده للأسف المفقود اليوم. نعم. أنا لو شيل أوراقي مشيت جامعة الخرطوم وقول منسجل أنا تشادي عندنا اتفاقية معكم، بقولوا لا، اتفاقيتكم دي ما مفعلة وبالتالي لابد أن تدفع بالدولار. فنحن مثل ما وزارة الزراعة قبل أيام وقعت اتفاقية مع السودان، نتمنى وزارة التعليم العالي أيضا أن تعيد تفعيل هذه الاتفاقات حتى يتسنى للطلاب عشان يواصلوا الدراسات العليا. عندنا قبل فترة تم
التراسل بين وزارة التعليم العالي، عندنا في الأمانة العامة لوزارة التعليم العالي يتواصلون، وبدأ في دراسة الاتفاقية، تفعيل الاتفاقية وتجديد إدخال بعض البنود الجديدة مع تطور لابد بعض التخصصات، أن إحنا عندنا أولوية للتخصصات الحديثة والطبية والهندسية وغيرها، نريد طلاب يذهبوا إلى الدول يأتون بالأشياء الجديدة لا فقط مجرد أن يذهب وكذا. تحضير الدراسات العليا طبعا مطلوب، ولكن حتى الدراسات الجامعية نريد التخصصات النوعية، لأن عندنا جامعات هنا أيضا بعض التخصصات بدلا من يذهب الطالب يذهب يدرس الاقتصاد أو يدرس كذا، هنا في تشاد أيضا موجود في جامعة الجمينة، جامعة الملك فيصل، جامعة أبو كل الجامعات للمرحلة الجامعية. فنريد الجامعات الدول التي نتعاون معها أن تفتح لنا مجالات في المجالات الحيوية التطبيقية بالذات الطب والهندسة والصيدلة وغيرها، هذه نحتاج إليها، لأن عندما يعود الطالب فورا إما يعمل في القطاع الحكومي أو يعمل في القطاع الخاص. صحيح مع الوزير، أن إحنا مشكلتنا ما مشكلة كونه التعليم الجامعي، التعليم الجامعي اليوم أنت مثل ما ذكر أكاد عليهم وفرت تقريبا 17 جامعة ومعهد آلي، الطالب بعد بشيل البكالوريا أو الثانوية بقدر بواصل هناك 3 سنة 4 سنة بشيل الليسانس والمتريس. لكن هي المشكلة اليوم في التعليم الآلي، المشكله اليوم في كونه بعد ما تلقى المتريس تتجه وين، في ناس عندهم نيه وعندهم طموحات كونه يسجل شهاده الدكتوراه. انا اليوم لو دور نسجل شهاده الدكتوراه في الطب ما اظن القاهني، لو دور في في في, في الاقتصاد ما فيهني، دور في القانون ايضا بافرع القانون مش القاهني. ده نحن الان وكثير من الطلبه او كثير من الباحثين بيتطلعوا الى وزاره التعليم العالي كونه تسعى الى فتح افاق جديده للناس دي عشان تتيح لهم الفرص يلقوا شهاده الدكتوراه ويجوا في البلد ويساعدوا في تنميه البلد. بالنسبه لجمهوريه مصر العربيه ايضا سمعنا كونه في منح في الاونه الاخيره جاءت الى وزاره التعليم العالي، حدثنا عن المنح اللي جاءت من مصر. نعم مصر تقليديا دائما ترسل عدد من المنح، مثلا للدراسه في الازهر الشريف، وهذا هم يأتون بعثة الأزهر تأتي وتعمل امتحان للطلاب مباشرة وتختار الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط ويذهبون إلى للدراسة في مصر، هذا معروف وعدد مقدر يعني. وكذلك الآن بعد الاتفاقية الأخيرة بين وزارة التعليم العالي فعلا أرسلت مصر، يعني عندنا بعض الطلاب يعني عندهم تطلع يدرسوا، فمصر وافقت وزارة التعليم العالي كتبت لهم أن هناك طلاب يرغبون للدراسة في مصر، فأرسلنا ووجدنا القبول وموافقة. مصر يعني دولة شقيقة ورائدة في التعليم، ونحن يجب أن يعني هو العلاقات خصوصا أساس تطور العلاقات بين القيادتين من بين فخامة الرئيس والرئيس المصري، حقيقة هناك تعاون يعني التطور العلاقات يساعد التعاون، فلذلك فتح المجال الآن. صحيح. بالتالي يعني الآن دراسات العليا هناك عندنا مجال لترقيات الأساتذة والباحثين، مصر طبعا دولة رائدة في هذا المجال، ولا بد أن نستفيد من صحيح. من إمكانيات مصر. صحيح. وبالتالي ونحن التعليم كل العالم العربي يدرس في مصر. صحيح. فلماذا نحن علاقاتنا وثيقة يعني بيننا وبين جمهورية مصر العربية. ده في مجال الدراسات الجامعية أو في مجال التعليم العالي. التعليم العالي صحيح أنت ذكرت، نحتاج هناك اتفاقية وقعها وزير التعليم العالي البروفيسور مكاي إنما ذهب ومع نظيره المصري وقع اتفاقية، الآن نحتاج أن نفعل هذه الاتفاقية. هذا من ناحية هذه، وصراحة إحنا عندما نذهب إلى اتفاقيات مع الدول دي كلها بتوجيهات يعني بتوجيهات وبتشجيع من فخامة رئيس الجمهورية أعطانا الضوء الأخضر لنعمل اتفاقيات حتى نستطيع أن يستفيد منها الطلاب. وهذا انفتاح جمهورية تشاد، أنت تعلم الآن قيادة تشاد تقود الاتحاد الأفريقي. صحيح صحيح. هذا جاء من فضل السياسة الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية الذي حافظ على العلاقات مع كثير من الدول، يذهب بنفسه للزيارات ويفعل العلاقات، كل هذه الجو من العلاقات يساعدنا نحن كأعضاء للحكومة أننا أيضا نتابع مثل هذه العلاقات حتى يستفيد منها الطلاب، يستفيد منها الباحثين، يستفيد منها كل الكوادر في التعليم العالي. صحيح. وإذا كان نحن تحدثنا عن دور مصر
أو أن دور جمهورية مصر العربية. جمهورية مصر العربية قدمت الكثير من المنح سواء للناس الذاهبين يدرسوا في جامعة الإسكندرية، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس. أيضا مصر وفرت العديد من المنح سنويا، تقريبا مصر بتوفر حوالي 20 منحة بالنسبة للتعليم، بالنسبة لوزارة التعليم العالي وبالنسبة للطلاب اللي بيمشوا الأزهر الشريف. ومن هذا المنبر نشكر جمهورية مصر العربية والأزهر الشريف، ونحن أيضا من الذين استفدنا من المنحة المصرية. مصر لم تقصر في حق أبناء تشاد. بالنسبة للمؤسسات الجامعات العالمية الآن دائرة تفتح أفرع في تشاد، في كثير من بعض المؤسسات ايضا الاجنبيه جاد بتفتح افرع في تشاد. ان احنا اخيرا شفنا فرع من جامعه ايلز ولا جامعه ايضا فتحت جامعه بريطانيه. أيوة. فتحت فرع هنا، لكن في بعض الطلبه متخوفين، بقول لك في بعض الجامعات بتفتح افرع ولكن واحد بتدرس فيها باكر بيقول لك شهادتك دي ما مقبوله، لان الجامعه اللي انت درست فوق والفرع اللي انت درست فوق ده فرع وهمي ما معروف. انتوا كوزاره التعليم العالي هل انتم منتبهين للنقطه دي؟ ممكن طلب يتورطوا فيها. نعم، نحن بصراحه في اطار الانفتاح يعني منفتحين على كل العالم. إذا شخص جهة تريد أن تأتي إلى بلادنا وتفتح فروع لعدد من الجامعات، عندنا فرع لجامعة الإسكندرية، فرع لجامعة سبها، عندنا فرع لجامعة الدراسات العربية التي زرتها، عندنا فروع لعدد من الجامعات. يعني حتى الأزهر الشريف يعني عنده مدارس ممكن يفتح فرع جامعة الأزهر. الأزهر يعني صراحة برسالته التوجيهية يستطيع أن يفتح جامعة فرع. هذه يعني نحن في إطار الانفتاح التي يعني الموجود في بلادنا نفتح، ولكن لن نفتح مجال لأي جامعة إلا أنها يجب أن ينطبق عليها صحيح المعايير والشروط. عندما جاءتنا جامعة إيلز، أنا طبعا خاطبنا القنصل التشادي في الأردن، هذا رئيس الجامعة هو من الأردن، خاطبنا وقال هذا يعني الدكتور لديه جامعة، وهو يعني هذه الجامعة هي مسجلة في بريطانيا. هناك في يعني جهة في بريطانيا اسمها كومبينيس هاوس، هو يسجل بعض الجامعات في بريطانيا على أن تدرس في خارج بريطانيا. جاءت بملف، جاء رئيس الجامعة بهذا الملف إلينا بعد خطاب من القنصل التشادي في الأردن. وأنا عندما جاء إلينا أنا دعيت الفنيين في وزارة التعليم العالي يدرسوا الملف، قلت لهم أخذوا هذا الملف وأدرسوا ملف هذه الجامعة، وإذا كان ينطبق عليها الشروط عندكم توصيات وصوا. فعلا الفنيين درسوا الملف وأعطوا توصية أن بالموافقة. وفي النهاية نحن بالرغم من ذلك حتى لو أي وجدنا هناك ملاحظة في الجامعة لديها شروط لديها لا ينطبق عليها المعايير التعليم العالي، نحن نسحب التصريح من أي جامعة كانت. لأن لا بد زي ما قلت لك أن نحن نشدد مع التعليم الخاص، نشجع مع التعليم العام، وإذا وجدنا خلل في أي جامعة لن نسمع. لان هم الطلبه والباحثين هم خايفين كونه تجيهم فرحنا جامعه يفتحوا في جاد ويدرسوا فيه 4 سنة 5 سنة يشولوا شهاداتهم باكر ويقول لهم لا الجامعه اللي انتوا درستوا فوق دي جامعه وهميه وشهادتها ما معتبره لدى العالم. ده الناس المتخوفه منها. نحن نتحقق في كل شيء. لن مثلا نصيب انسان مثلا في سمعته دون ان نتحقق. لا بد ان نتحقق بالوثائق، نكتب لهذه الجهة. نحن الآن بدأنا نكتب للجهة التي منحت هذه الجامعة الترخيص، ننتظر منها الرد. إذا جاءنا الرد بالموافقة أن فعلا هذه الجامعة مسجلة لدينا ورسمية، نحن نقول لا تستمر. جميل. إذا وجدنا أن هذه الجامعة غير مسجلة في الجهة التي ادعت أنها مسجلة فيها حضرت منها التصريح، سوف نسحب التصريح منها. جميل جدا. وهذا ليس فقط مستهدف هذه الجامعة، إن كل الجامعات جميل. يجب أن تأتينا بأشياء موثقة وأكيدة يعني. ونحن لن نصيب أحد في سمعته دون أن نتأكد. جميل. يشير إليه المخرج كونه الوقت انتهى. كلمة أخيرة بس في سيكونات، الوقت انتهى. الكلمة الأخيرة التي أوجهها حقيقة لأبنائنا الطلاب، أنتم يعني مستقبل البلد، وأنتم
يعني تمثلون شعل المضيئة في بلادنا. نحن إن شاء الله يعني نطبق سياسة فخامة رئيس الجمهورية في تحسين التعليم وتوفير الفرص، ولذلك نتمنى من الطلاب أيضا يتعاونوا معنا في وزارة التعليم العالي. نريد جو هادئ في التعليم، نريد بيئة تعليمية هادئة، كل شيء بالحوار يحل. جميل. لن لا سبيل لنا في التعليم غير الحوار. جميل، شكرا. أيها السادة المشاهدون، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضية للحوار، والتي ناقشنا فيها قضايا التعليم العالي. ضفنا في هذه الحلقة هو أمين الدولة في التعليم العالي، وفي نفس الوقت هو رئيس تحالف الأصالة. إن شاء الله سنقصص حلقة نتحدث معه حول دور الأصالة في الساحة الشادية، هل دور سياسي ولا دور اجتماعي ولا دور ثقافي. تحدثنا معه حول 6000 أطلت الدراسة في جامعة الجامعة نجمينا. 6000 قلنا في بعض الناس محتاجين لها صحيح، لكن في نفس الوقت هي بتأطل الدراسة، ولذلك 6000 لو حذفت وأضيفت إلى الخدمات التعليمية يكون أحسن. وكما تحدثنا أيضا، وزارة التعليم العالي الآن تسعى إلى إيجاد فرص أو منح للطلاب الذين يريدون مواصلة الدراسات العليا. مع الوزير أشكرك لحضورك معنا في هذه الحلقة من برنامج قضية الحوار. شكرا لك أخ علي في هذا البرنامج، شكرا جزيلا، ونتمنى لهذا البرنامج دائما الذي يتابعه الكثيرون أن التعلق دائما والاستمرار. شكرا. شكرا لك. شكرا لكم، وشكرا لكم على حسن المتابعة، وسنلتقي معكم بمشيئة الله في الحلقة المقبلة من برنامج قضية للحوار، وإلى اللقاء. شكرا مرة.